اهلا وسهلا بكم مشاهدينا من جديد. مثل ما قلنا في البدايه احنا موجودين في متحف الفن الحديث التابع للمجلس الوطني للثقافه والفنون والاداب بضيفتنا الاستاذه مها المنصور مسؤوله متحف الفن الحديث. اهلا وسهلا فيك استاذه مها، وسعداء جدا بانك تكونين ضيفتنا في برنامج ديرتي حلوه. يا هلا ومرحبا فيكم. اهلا فيك. بما ان احنا قاعدين في مكان متحف، يعني في ماضي وحاضر، ماضي في مكان وايضا فن حديث موجود هنا. فبدايه كمدخل لحديثنا وموضوعنا معك استاذه، ودنا نتكلم على المكان اللي احنا فيه، المبنى اللي احنا متواجدين فيه. طبعا نفس ما ذكرت فعلا هذا الشيء اللي يميز الموقع هذا اللي هو متحف الفن الحديث، كون انه هو مبنى قديم يحمل تاريخ وتراث معماري من ناحيه الانشاء كمبنى، وايضا يحمل اعمال فنيه للفن التشكيلي او بمفهوم الفن الحديث. ففعلا هذا الشيء يميز المكان هذا، وطبعا خاصه بانه هو يتمتع في موقع مهم اللي هو منطقه شرق، اللي المنطقه اللي يعني معروفه بالكويت لها مكانتها عند الكويتيين خاصه. نعم، نتكلم على المكان، يعني شنو كان في الاصل؟ المبنى هذا كان مدرسه اسمها المدرسة الشرقية. أغلب رجال الكويت القدامى المهمين يعرفون هذه المدرسة. من أهم الشخصيات اللي درسوا في هذه المدرسة اللي هو صاحب السمو أمير البلاد، درس في هذه المدرسة، والعديد أيضا من الشخصيات المهمة. فمن بعد ما كانت مدرسة تحولت إلى متحف الفن الحديث. على فكرة أستاذة مها، يعني من متى هل المبنى هذا تحول إلى المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، واستمريتوا أنتوا في المحافظة عليه كمبنى قديم وأيضا استغلتوا في مكان يعني يزيد من سمعة الكويت عالميا؟ بالضبط، انتقل بعهدة المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب وتبنت إدارة الشؤون الهندسية اللي هي مختصة في هذا المجال في سنة 2003. استخدموا المواد الطبيعية في البناء للمحافظة على تميز هذا المبنى وأراقته. يعني على طار يعني الأخوان اللي في الهندسة، يعني الشؤون الهندسية اللي استمروا هنا، هل هم مثلا يعني من الشباب الكويتي أيضا استعنتوا فيهم أن هم أيضا عارفين طبيعة جو الكويت، عارفين الأماكن المعمارية هنا بالكويت؟ طبعا يعني غالبا يكون الإنشاء هذا أو كل المواد اللي استخدموها تحت دراسة من مختصين في أو المهندسين التابعين لهذه الإدارة، فلا تتوقع أن الشيء سهل، كان كل شيء مدروس لدرجة أن لغاية الحين إحنا أي شيء نشتغل فيه بالمبنى لازم ناخذ إذن من الإدارة هذه للمحافظة على المبنى أصلا. قبل لا ندش بالتفاصيل اكثر في يعني متحف الفن الحديث، يعني هل خليته شيء يوحي للمدرسه الشرقيه، يوحي للمبنى القديم؟ يعني الزائر يمكن من داخل الكويت يعني وعنده المام بالموضوع عارف هذا، لكن من برا الكويت تقولون لا والله ترى بعد التجديد ترى هذا كان اصله كذي؟ والله عاد تصدق مو كل الكويتيين يعرفون للاسف، يعني الناس الكبار هم اللي يعرفون المبنى هذا يعني، لكن نفس ما قلت لك منطقة شرق هي تخلي ناس غصبا عليهم يشوفون إنه شنو اللي موجود في المكان هذا، يعني مكان بارد. أما بالنسبة حق الشيء التراثي اللي تتكلم عنه أو نفس ما نقدر نقول النكهة التراثية، إحنا لازلنا محتفظين بالتسميات الأقسام بالمتحف اللي هو حوش A وحوش B، إحنا نسميه لكن نسميه حوش. الاسم هذا يفتح لك باب انه شنو يعني حوش او ليش ان هذه اللي هي كانت ساحه يدرسون فيها يعني، لكن كشكل هو حوش نفس البيوت القديمه الكويتيه يعني. فعندنا القسم الاول اللي هو كان اداره المدرسه، صار الحين اداره المتحف. في صور بانوراما للمدرسه قديما، للطلبه، للمدرسين اللي كانوا في هذه المدرسه. فاحنا هني نحاول شويه يعني شويه نمزج. خليته شيء مثل يعني اقصد من الطين مثلا في مكان مثلا يعني حائط معين. في عندنا سامبل، قاعه فيها سامبل، احنا يعني مخلين جزء كبير من الحائط هذا يبين المواد الطبيعيه اللي استخدموها، وحاطين على جنب كانه يبين
الماتيريال بالضبط شنو هو يعني. حتى مدخل يعني المدخل المتحف يعني مسوينه بشيء صحيح الباب الخشبي هذا هو معروف يعني قاعد يوحي على الطراز القديم. زين احنا قلنا الحين ندش بالتفاصيل اكثر يعني المبنى تقول لنا كم جزء يعني مقسمينه هنا عندكم؟ قسمين الحوش الاول قلت لك الاداره وعندنا غرفه الضيوف كبار الضيوف وايضا لصور المدرسه نفس ما قلت لك واداره المتحف والحوش الثاني هني احنا هني نقدر نقول هني دخلنا على الاعمال اللي هو متحف الفن الحديث المحتويات اللي تحتوي المتحف. اعطينا فكره يعني اكثر احنا الحين وين موجودين؟ شنو اللي حوالينا هالاعمال هذه؟ احنا طبعا الحين الحوش دي القسم الثاني من المتحف. القاعات هذه اللي تشوفها هي كانت فصول اساسا فصول للدراسه للطلبه. القاعات هذه تحولت لعرض أعمال من فصول إلى قاعات لعرض أعمال فنية مختلف مدارس الفن التشكيلي لفنانين كويتيين الدور الأرضي والدور الأول لفنانين من خارج الكويت الأجانب. نفس ما أنت شايف الفترينات هذه تحتوي على قطع نحتية ومجسمات لفنانين كويتيين طبعا ابرزهم الفنان سامي محمد، خزعل القفاص والعديد من الاسماء المهمه النحاتين بالكويت. فاحيانا احنا نستخدم المكان هذا لندوات وورش، لكن الحين حاليا لعرض الاعمال هذه. شنو اللي يميز المتحف الفن الحديث؟ يعني انت مسؤوله في المتحف واكيد يعني لك تطلعات سويتي شغلات فيه لك نظره ثانيه، فشنو يميزه؟ واكيد سافرتي برا يعني شنو اللي يميزكم؟ اللي يميزنا اللي هو الخلط اللي تكلمنا عنه بان تراث من عبق الماضي الى حداثه بالفن. وايد ناس يجوا من برا، يمكن من اكبر الناس اللي زاروا المتاحف العالميه والفنانين الكبار يجون يحسون هني بدفى فعلا او تقول جو خاص لا ثيمة معينة. يعني لو أنت تشوف تلاحظ أن قطع فنية مع مبنى قديم امتزاج وتناغم وايد حلو. فيعني أعتقد أن هذا رأي ورأي الكثير من الناس بالمقارنة هذا. زين هل هذه الشغلات كلها ثابتة أستاذة مها؟ يعني هل في بين فترة فترة تغيرون يعني من داخلها من أعمال جديدة توصلكم من إهداءات من يعني فنانين عالميين؟ بالضبط. أغلب القطع طبعاً هي من مقتنع أو كلها القطع مقتنعات المدرسة الوطنية للثقافة والفنون والآداب، لكن أغلبها تكون ثابتة وإحنا نغير بين فترة وفترة بعض القطع علشان إحنا نترك مساحة لفنانين آخرين مثلاً يعرضون أعمالهم بالمتحف. كون ان وجود او عرض يعني العمل الفني للفنانين يضيف لهم الكثير وايضا يضيف لنا احنا. فتوفير المناخ هذا للفنانين امانه يعطي قيمه حتى من ناحيه الزوار، لما يسمعون الفنان الفلاني عمله موجود والفنان الفلاني تغيرت او حطوا اعمال جديده، هذا كله يعمل دعايه وينشط الكلام والحديث عن المتحف. فإحنا هذه سياستنا وأيضا هذه السياسة موجودة بكل العالم، يعني اللي هو تغيير بعض القطع المتحفية بالمتاحف. صير تبادل؟ تبادل بين يعني الكويت يعني بالكويت والدول الثانية مثلا؟ والله أمانة الفكرة هذه موجودة بس يعني يبيلها شغل يبيلها شغل إن شاء الله. على طاري يعني سالفة إنه يعني وهذا هو يمكن الهدف الأساسي إن نوصل مثلا الأعمال الكويتية لبرا الكويت يعني ويشوفون الفنان التشكيلي الكويتيين وأيضا يختلطون بالفنانين العالميين. لكم مشاركات على مستوى العالم بدول هناك يعرفون أسماء فنية كويتية أو لوحات يعني أقل يعني الواحد حتى الفنان التشكيلي يعني بالنهاية هو يبي اسم الكويت قبله يقول هذا اللوحة من الكويت؟ صحيح. هذا دور المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب. طبعاً إدارة الفنون التشكيلية تقيم العديد من الفعاليات خارج دولة الكويت كمشاركات رسمية باسم الكويت في فينيسيا البافليون التابع للكويت والكثير من الفعاليات اللي هو المعارض التشكيلية. تتبنى أيضاً مشاركات فنانين كويتيين خارج الكويت، يعني احنا كإدارة غالبا يدعمون الفنان التشكيلي بأنه يشارك خارج الكويت
وأمانة نشوف يعني فعلا صدى وايد حلو، نشوف تجاوب من الجمهور خارج دولة الكويت للفنان التشكيلي، فعلا كانت ناجحة يعني. يعني هل هذا الكلام اللي تقولين يعني حاسة فيه أنت أيضا، بالإضافة كونك يعني مسؤولة عن المتحف الفني الحديث، أيضا أنت فنانة تشكيلي ولك أعمال وشاركتي من برا، تحسين مثلا في نوع من الدهشة بالبداية عندما أي واحد من الخليج يشارك في مكان عالمي ومقدم يعني فن راقي جدا يضاهي اللوحات المعروضة؟ بالضبط نفس ما ذكرت، يعني اللي أنا شفته أن احنا فعلا يعني مو أقل منهم مستوى. إحنا في عندنا طاقات شبابية وفنية جدا يعني مهولة، بأن يعني أو تستحق أنها تشارك خارج دولة الكويت. فمع هذا كله إحنا نحتاج نركز عليهم الإعلام أكثر، يعني لأن الشيء المعنوي الوحيد هذا اللي يرفع من يعني نفسيتهم ويساعدهم بأنهم يعطون أكثر. على فكرة يعني ممكن يعني أنت ضيفتنا يعني ومسؤولة المتحف أيضا كفنانة تشكيلية، يمكن أنت الكويتية الوحيدة اللي شاركتي في اليونسكو، إحنا مرة يعني قرينا كخبر يعني مثل كذي استخدمها. صحيح أنا كنت الكويتية الوحيدة مشاركة مع 44 فنان من العالم عن طريق اليونسكو في ملتقى ثقافي سوى اليونسكو. كانت مشاركة جدا ناجحة، خاصة بأن في هذه الفعالية صارت لي فرصة بأن أنا أتكلم عن الكويت وعن الثقافة وعن المرأة في الكويت. عرضت فيلم وثائقي يتكلم عن الكويت، وأيضا أهديتهم أعمال لا زالت موجودة هناك. فهذا الشيء يعني باسم الكويت كلها مو بس لي أنا. هذا هو يعني الهدف دائما المشاركة في يعني المعارض الدولية والخارجية. أستاذة مها، شنو ردة فعل الفنان يوم يقولون لا ترى احنا يعني عملك هذا نبي نخليه عندنا، نبي نخليه جمهور من يعني ثقافات ثانية ومن حضارات ثانية يشوفه يعني وباسم الدولة، يعني شنو ردة فعلكم انتم كفنانين تشكيلين؟ والله شعور يعني تقدر تقول مزدوج، هذا ان القطعة هذه لك مو موجودة عندك وانت تبيها، نفس ما احنا نقول اسمك ماخذ احد من عيالنا يعني. بس طبعا اكيد هو فخر لنا، يعني كفايه سيرتي الفنيه انا ينذكر بان انا العمل هذا موجود بالسويد او باندورا او غيره. هذا يعني وايد زين يعني يعتبر طبعا. قبل شوي يمكن ذكرنا بشكل سريع ان تسوي ندوات هني وورش عمل، ودنا نتكلم عنها، يعني هل الندوات تستضيفون ناس من برا مثل ما انتم تروحون ايضا، هم تجيبونهم للكويت؟ تعال شوف الكويت ترى فيها فنانين فيها اعمال كبيره. صحيح، غالبا لما يكون في فعاليات او مهرجانات في المجلس الوطني اللي يقيمها، كمثلا مهرجان الجرين او مهرجان الربيع، نستضيف الفنانين هذيلا ونحاول ايضا نستفيد منهم، مو بس انه يزورون هني المتحف، ناخذهم تور ويشوفون مرافق المتحف يتعرفون عليه، نحاول ايضا نستفيد منهم بان مثلا اللي يلقي لك ندوه او نقيم ورشه فنيه من الفنان هذا. ففعلا هو استغلال يعني نقدر نقول مشروع يعني. صح. والحمد لله بالعكس، ونلاقي تجاوب امانه من الجمهور اللي لما نذكر ان في يعني فنان من برا الكويت تشوف جمهور يتحمس اكثر يعني. ايضا قبل شوي يعني ذكرنا على السريع ان في اعمال حق يعني فنانين كويتيين مشهورين ومعروفين بالارض، يعني هل تجيكم مثلا يعني اهداءات من شخصيات فنيه مشهوره معروفه على مستوى الوطن العربي وعلى مستوى العالم، يعني ايضا اللي يزور المتحف يشوفها؟ شوف هذا اللي اقول لك، يعني لما يشوفون ان المتحف مميز تلاقي هو بنفسه يحب انه يعطي اهداء للمتحف وللمجلس الوطني، يعني اكثر من فنان زاروا للمتحف هني هم من نفسهم قالوا احنا ودنا ان ينعرض عملنا في المتحف. فهذا يعني ايضا احنا نعتبره يعني سد الثناء، لان الفنان هو من شعوره وهو وده يعطي ويشارك ويكون له بصمه في هذا المكان. نعم. ففعلا يعني فعلا انا مره يعني قرات انه حتى مثل وزير الثقافه المصري السابق فاروق حسني وفنانين كبار يعني ايضا يجسدون تاريخ مرحله من تاريخ الكويت مقدمينها هدايا هني يعني. صحيح.
بإمكاني هي من مقتنيات المجلس الوطني عندكم هني. هل تحسين في شغلة يعني مهمة بالنسبة حق الورش اللي قاعد نقولها والندوات، يعني هل أنت تقول الجمهور، لكن هل في ناس مثلا حابين يعني الفن التشكيلي عندهم، تحسون عندهم الموهبة هذه قاعد يومكم، تحسين أنه صار في أجيال متعاقبة في شباب الكويتي أيضا؟ وايد، خاصة الفترة الأخيرة المدارس تلاقي مدرسة حصة رسم يبى طلبة ملوتها الموهوبين، في ناس وايد يسألون عن الدورات، يبون يتعلمون، يبون ينمون الموهبة اللي عندهم. رحلات المدارس هي أكثر شيء نشوف فيها الشيء هذا، اللي هو حبهم في أنهم يطورون، حب الاطلاع، اللي هو طبعا أنا دائما أوصف الاطلاع مهم جدا للشخص اللي عنده موهبة بأنه يطور هذه الموهبة. ففعلا يوجد الكثير منهم، وإحنا يعني أنا دائما أقول بإحنا المتحف يعني مناخ يتيح فرصة للموهوبين أو محبين الفن التشكيلي. ما دام يبتدي طار المدارس، ودنا يعني وإن الطلبة بعض يعني معلمات يبون طلبتهم هنا، يعني هل أنتوا أيضا يعني في تعاون بينكم وبين وزارة التربية، خاصة أثناء العام الدراسي في زيارات متبادلة يجون في جدول معين؟ طبعا إحنا على اتصال دائم بالأنشطة المدرسية تابعة لوزارة التربية بجداول، يبعثوا لنا مدارس زيارات البنين والبنات، وإحنا نرحب فيهم دائما يعني بالعكس يشرفونا. عندكم أوقات معينة طول السنة ساعات زيارة معينة؟ من الساعة 9 لغاية الساعة 1 الفترة الصباحية، والفترة المسائية من الساعة 5 لغاية الساعة 8. المعارض الشخصية للفنانين أيضا تقام فيها في هذا المكان؟ في عندنا قاعة عرض رئيسية كبيرة شوية، يعني تختلف عن باقي القاعات أو اللي نقدر نقول فصول ولا قاعات تسميها. هذه القاعة مقسمة إلى جزئين نقيم فيها المعارض لفنانين كويتيين وفنانين من خارج دولة الكويت. أمانة يعني خلال الموسم احنا نتكلم عن يمكن 30 معرض تشكيلي، زائد ان احنا بالمتحف عندنا معارض يعني احنا نسويها، معارض مهمة صارت الناس تسأل عنها على طول يعني ولها جمهورها. عندنا معرض الريسايكل اللي هو معرض إعادة تدوير، هذا من المعارض اللي الفنانين الكويتيين يسألون وينطرون، صار في تنافس يعني بأن احنا نسوي معرض بهذه الفكرة يعني. وأيضا عندنا معرض الجاليات اللي هو ألوان من الشرق والغرب، المعرض هذا ميزته بأنه هو يتيح فرصة للفنانين المقيمين بالكويت، ما نسيناهم، احنا عطيناهم هذه المساحة من خلال هذه الفعالية بأنهم يعبرون عن فنهم بأعمالهم الفنية في المتحف، فمعرض خاص للفنانين المقيمين في الكويت. وأيضا معرض ألوان حواء هو بمناسبة يوم المرأة العالمي، أيضا من المعارض الثابتة اللي تقام في يعني خلال الموسم. في تعاون بينكم بين السفارات يعني الخليجيه والعربيه والدوليه، دائما بعض المرات يعني حتى يعني نتابع وسائل الاعلام نشوف يعني على مستوى العالم تشوفين مثلا سفير يحب الفن التشكيلي او هو بالاساس حب الشغله هذه، فهذا يعني في تبادل معلومات ثقافات. السفارات يعني ما شاء الله على طول يزورون الوفود اللي عندهم دائما يحضرون عندنا، في يعني وايد منهم يسوون فعاليات ايضا عندنا، يعني يكون عندهم ايفنت مهم يسوونه، حتى المعارض يكون مثلا اسبوع ثقافي تابع لدوله معينه يسوونه عندنا معرض تشكيلي او صور، او حتى احيانا اعلان عن منتجات التراثيه اللي تكون عندهم ممكن هني يسوونها. عموما احنا راح نواصل الحديث معك استاذه مها، ولكن بعد الفاصل هذا القصير ونرد مره ثانيه، خليكم مشاهدينا وديرتي حلوه. اهلا وسهلا بكم مشاهدينا، متواصلين معاكم برنامج ديرتي حلوه، ضيفتنا الاستاذه مها المنصور مسؤوله متحف الفن الحديث التابع للمجلس الوطني للثقافه والفنون والاداب. اهلا وسهلا فيك استاذه مها مره ثانيه. يا هلا ومرحبا فيكم. يمكن الحين الموضوع ياخذنا احنا نقول فن حديث، متحف الفن الحديث، يعني هل هذا يعني كلمه فن حديث او اللي قاعد نشوفه الحين منفصل عن شيء اسمه فن قديم؟ استاذه مها انت صاحبه خبره وفنانه تشكيليه في هذا المجال. وايد ناس يسألوني السؤال هذا،
طبعا الفن الحديث هو تابع للفن اساسا، الفن الكلاسيكي نفس ما احنا نقول، مو منفصل عنه، هو تدرج وصلنا للفن الحديث. يعني نقدر نقول في الفن الكلاسيكي او وبعد عصر النهضة وحاليا الفن الحديث. فالحين وصلنا لما بعد الحداثة، بأنه هو الفنان طور على المدارس التشكيلية، ما عادت مجرد هي لوحة فن واقعي أو كلاسيكي أو البورتريهات اللي ما فيها أي تغييرات. طبعا أنا قاعد أحاول يعني أوصلها بطريقة يعني مبسطة. فهو اختلاف المدارس، يمكن مثلا إذا ببسطها أقول ما عادت المقاييس نفسها، صار الفنان حر أكثر، يعني صار يبدأ، ونقدر نقول يمكن كل فنان صار له مدرسته الخاصة، يعني بعيدا عن الخطوط اللي كان يرسمها أو اللي كانت موجودة بالأكاديمية الكلاسيكية مثلا. يعني نقدر نقول يعني مثلا مجازا ان بدات تطلع يعني مدرسه جديده غير المدارس الكلاسيكيه القديمه، يعني الناس يعني ممكن مدرسه جديده هل لها اساسيات يعني او مدرسه التكنولوجيا وادوات الجديده؟ ممكن استخدام المواد او الادوات اللي تتكلم عنها لها علاقه طبعا. يعني قبل كانت الفرشه والالوان واللوحه صح. فقط لا غير، المواد اللي تستخدمها مع الالوان. لكن الحين لا، دخل علينا يعني ادوات وايد، مثلا الكولاج والصور، حتى الفوتوشوب، هذا كله يندرج الحداثه. زائد حتى دخلنا في يعني موضوع مهم وخط مهم حاليا في الفن الحديث، اللي هو الاعمال المركبه. ما عادت اللوحه هي العمل الفني، لكن توجد أعمال مركبة اللي هي من أكثر من مجسم أو أكثر من عنصر يجتمعون مع بعض، أو يعني نقدر نقول قطع تكون مستخدمة من قبل فنان رسم عليها، أضاف لها مادة، شال مادة، هذا يعتبر فن حديث غالباً. يعني هل هذا اللي تكلمنا عنه أستاذة مها يعتبر إضافة للفن ولا دخيل على الفن ولا يعني أخرب صورة الفن القديمة مثلاً؟ أمانةً الموضوع هذا وايد صار فيه جدل، في ناس متحمسين ويدافعون عن هذه المدرسة والحداثة، وفي ناس لا يقول لك هذا مو فن، هذا يعتبر تشويه للفن، معتزين في الأشياء الأصلية كمواد وكأعمال كقطع كفنانين درسوا على عمرهم وتعبوا على عمرهم. فنفس ما قلت لك يعني منقسم، أي في اختلاف. لكن انا امانه من الناس اللي يعني اشجع الفن الحديث وما بعد الحداثه. ما دام تشجعين الفن الحديث يعني شنو تفسيرك يعني، وانت يعني احنا قاعد نقول انت مسؤوله وايضا فنانه تشكيليه ولك اطلاع في هذا المجال، يعني لوحات خالده رسمت من لون وفرشاه ولوحه امامه، يعني في ظل يعني الفن الحديث والتكنولوجيا والادوات اللي موجوده واستخدام يعني جميع يعني وسائل الفن الحديثه، يعني هل بدينا نسمع ايضا عن لوحات خالده؟ قصدك من العصر هذا يعني؟ اي طبعا طبعا، في عندنا او يعني خلينا نقول الحين موجود بالعصر هذا فنانين وصلت اسعار اعمالهم للفنانين القدامى اللي توفوا. مثلا نقول فان جوخ هو كان يعني اعلى سعرا بعد ما توفى، لكن الحين في فنان ألماني وصل لي تقريبا نفس السعر، وتتكلم كقيمة أيضا فنية مو بس مادية. يعني أنا أعتبر الفن الحديث وما بعد الحداثة في أعمال تذهلك، لأن هي تحمل مضمون، تحمل رسالة، مو بس أن أنا أنقل لحدث أو مشهد معين، في فكر الفنان يحب يظهره أو رسالة يوصلها للمجتمع. يعني ممكن أنت تمر تشوف قطعة ما تدري شنو هي، لكن مجرد ما تعرف شرح الفنان أو المغزى من هذا العمل هني تحس بالعمل أكثر. يعني على فكرة أستاذة مها، يعني وإحنا قاعد نتكلم يعني عن عظماء الفن في العالم، يعني أصبحت يعني أعمالهم خالدة وتباع بالملايين، رغم أنه كان يعني أدواته بسيطة ولكن يعني عمله وصل للعالم، يعني
فنانين متوفين يعني من مئات السنين ولحد الآن يعني الناس تتكلم عنهم. فهل حاليا مثلا يعني الحداثة اللي موجودة الحالية أيضا طلع فنانين يعني نقدر نقول عنهم يعني بدأوا يخلدون أساميهم؟ صحيح. لما نتكلم عن الفنانين القدامى اللي ذكرتهم غالبا كلهم قصص وراء الشهرة هذه، خاصة بأن بالفترة هذه الناس تقدس الروايات في هذا الموضوع، فيضيف للفنان هذا ويعطي شهرة أكثر. ناهيك عن الجمالية والتقنية اللي يستخدمها الفنان هذا، تفاصيل متعوب عليها، يعني يكون هو فعلا تعبان بأنه يوصل التجسيم للعمل الفني كنقل مشهد أو بورتري. لكن الحين يوجد فنانين وصلوا لهذه الأسعار. في فنان ألماني سعره يعني تقدر تقارنه بأعمال فنان فان جوخ اللي هو أعلى سعرا هذاك الوقت أو لغاية الحين بعد ما توفى، يعني صار سعره هذا الشيء. فالقطع تكون الحديثة هذه غالبا ما تكون صراحة بالدول الأوروبية، لها أيضا قصص ولها مهتمين، خاصة بالناس اللي هم المدافعين عن الحركة التشكيلية الحديثة. فهني يكون لهم مردود مادي ومعنوي، خاصة بأن تكون لها رسائل تمس المجتمع حاليا، فتكبر قيمتها. يعني اللي فهم من كلامك أستاذة مها أنه يعني حاليا يعني على مستوى العالم تشوف مثلا لاعب كرة قدم، فنان يعني مطرب مشهور، لا سعر معين يعني يعني ما يتحرك الا وراء يعني نقدر نقول يعني فريق كامل هو يتابع مثل هذه الامور. هل وصلت المرحله مثلا يعني ايضا في فنانين تشكيليين على مستوى العالم يعني مشاركته في اي معرض، لقاء في اي في اي في اي محطه؟ طبعا باوروبا مو عندنا احنا، احنا ما عندنا هني للاسف ما وصلنا لهذه المرحله انه يكون الفنان التشكيلي للعظمه هذه اللي تتكلم عنها، الوجود في المجتمع، الاهميه، الا فئه معينه. انا امانه اعتز بهذه الفئه اللي هم النخبه، الناس المثقفين، الادباء، الصحفيين، الناس المطلعين، يعرفون شنو يعني الفن التشكيلي، يعرفون شنو الفن بشكل عام. في أوروبا لا، طبعا العكس تماما، لا زال الفنان التشكيلي لا قيمته مع كثرتهم، لكن في تميز للفنانين. تلاقي انه يعني في فنان يفرق عن فنان ثاني بسعره بحضوره. في فنانين الحين ما تقدر اصلا تقابلهم الا من بعد يعني مواعيد ومناقشات لانك تاخذ تصميم معين، الاتفاق على لوحه معينه، هذا الشيء موجود. على فكرة يعني على مستوى الوطن العربي أو إحنا موجودين بالكويت، يعني سادة ما هو قاعد تسافرين وقاعد تشوفين يعني بعينك والناس يعني حتى المشاهدين، يعني مثلا عندنا بالكويت عندنا متاحف، عندنا متحف الحديث، المتحف الكويت يعني الوطني، المتاحف الكثيرة، المتحف البحري اللي موجود هنا، متحف التراث البحري، العديد من المتاحف يعني، وفي يعني حافظة يعني كنوز تاريخية وإسلامية وأعمال يعني نادرة. ومع كل هذا يعني تشوفين إذا إحنا سافرنا لحق أي دولة ثانية عندها معرض نفس الكويت تلقى نوقف بالدور وندش مثلاً. يعني هل هذا من يعني جزء من يعني من ثقافتنا، من مناهجنا، يعني ما تربينا على كذي مثلاً إنه والله بين فترة ما تعودنا؟ بالعكس يعني، وأنا يأسفني إن هذا الشيء إحنا ما تعودنا، يعني ما ارتبط أو ما ارتبطت مثلاً السياحة أو الترفيه بالمجتمع مع متحف. دائما احنا ناخذها، يمكن ما ادري ليش المدارس واحنا صغار يودونا متاحف فيضيق خلقنا، ان نحس ان هذا الشيء جامد. ما في روح نفس انك تروح مثلا حديقه او سينما. انا اعتقد ان هذا الشيء يبي له نتدرب عليه احنا كمجتمع، ما يكون مقتصر انه بس على المدرسه هي اللي تودي متحف، لا. ليش انا ما يكون ان الاسره نفسها يكون نمط حياتهم، بأن تكون الثقافة جزء من الترفيه من حياتهم. هني أنت راح تكون يعني تشرب الموضوع هذا بطريقة سلسة جدا، تفتح أفق ثانية بأن أنت تطلع على ثقافات أخرى، مجال ثاني، الموسيقى، الأدب، المسرح، كلها مرتبط ببعضها. لكن أنا أشوف الفن التشكيلي خاصة المتاحف هذه
بحاجة إعلانات أكثر عنها. وللأسف أن نفس ما قلت لك فئة معينة اللي تهتم يبيلها تعود أن إحنا نقول لهم لا، يعني تعلم على المتعب أنك تشوف هذه القطع أو هذه المعمل. هل مع يعني تطور الزمان ومختلف التخصصات ومختلف الهوايات ومختلف الأعمال، هل أصبح أيضا الفن التشكيلي، يعني إحنا بعض المرات نشوف ونتابع وندرأ يعني شخص يعني ما صار سنة طالع أو سنتين يسوي معرض شخصي، في ناس تشوفينهم لا 20 سنة وتقول له متردد ويقعد وما سوى يمكن معرض بحياته وما سوى أو يسوي معرض واحد بحياته بهذا، يعني هل هذا أيضا شغلة يعني تعانون منها تشوفونها في حياتكم؟ طبعا في ناس أساءوا لنا، أساءوا للفنانين الحقيقيين نقدر نسميه. في ناس أول ما ظهروا بالساحة مثلا نقدر نقول بأعمال سطحية بعذر الحداثة، هذه مشكلة. طبعا الناس العادية ما راح يقدرون يميزون إلا إحنا الفنانين اللي بيننا وبين بعضنا، كلنا نعرف بعض، عارفين المستويات، عارفين شنو خلفية هذا الفنان ومصداقيته، خبرته، التجارب اللي مر فيها الفنان هني يبين القدرة ومدى نجاحه. بكل مجال أنا أعتقد فيه نفس الشخصيات هذه أو نفس الناس اللي إحنا نقدر نسميهم مع الأسف إن أصح التعبير فقاع أنه هو طلع شيء كذي برز بالمجتمع، نجاح عارض نقدر نسميه، لكن بدون أساس حقيقي. في ناس درست، في ناس تعلمت، في ناس سافرت برا عشان تتعلم. الخوف بأنك تعرض عمل فني للجمهور هذا مهم، نفس ما أنت ذكرت. الفنان يكون مسؤول عن أعماله وعن مسيرته الفنية. نبي نشوف مسؤوليتكم هني مثلا، يعني استاذة مها انت مسؤولة يعني المتحف وايضا فنانة تشكيلية، يعني هل هني قاعد تقدمون فن راقي، قاعد يجونكم فنانين عالميين، فنانين كويتيين لهم اساميهم، ايضا بالورش يعني هل ايضا تختارون شخصيات معينة؟ هل شخص يبي يعمل متحف او يعمل يعني معرض شخصي لا في شروط معينة تشوفون منه هو؟ خاصة إحنا بالمتحف يعني نحاول بأن يكون الفنان له تاريخه، لأن المتحف له مكانته يعني صح. عالمياً مثلاً إذا بنتكلم عن هواة أو المبتدئين، إحنا الإدارة إدارة الفنون التشكيلية في لها أكثر من موقع، أكثر من قاعة تهتم بشأنهم للجيل الناشئ والمبتدئين، الهواة توفر لهم الدورات والورش وكل هذا. لكن إحنا هنا بالمتحف تقدر تقول مستوى متقدم أكثر، نحرص بأن يكون الفنان صاحب سي في له تاريخه، عنده خبرة، له جمهوره، وهذا تميزنا. في لكم توجيه معين مثلا يعني معلمة هني جات ويابت مع يعني طلباتها وطالباتها وقالت لك والله استاذة مها ترى يعني هذه الطالبة الفلانية ولا الطالب الفلاني خاصة المرحلة الابتدائية يعني احس انه متميز، احس انه يعني لو واحد تبناه ولا تابعه ممكن يطلع منه شيء في المستقبل، يعني هل تاخذون بيدهم وتوجهون لجهة معينة، يعني تحسين ان لكم دور عليكم مسؤولية في هذا المجال؟ يعني علشان ما اكون احصر الموضوع هذا بالمتحف، احنا طبعا كدورنا او خلني اتكلم انا بالمتحف، احنا بدورنا ان نسلط الضوء عليه حتى مع المدرسة نفسها، يعني شوفوا هني تعالي هني، أقل ما فيها أنا أدعيهم على الفعاليات اللي تصير عندي، تعالى وشوفه وطلعة واختلطوا بالفنانين. لكن إحنا إدارة فنون تشكيلية هي اللي معنية أكثر شيء بهذا الشأن، إن هي تأخذ بإيدهم وتقدم لهم الدورات والمساعدة في هذا الموضوع، عرفت شلون؟ نعم. انت كفنانه تشكيليه يعني ولك باع طويل وشاركتي قبل شوي على اليونسكو، هل سويتي معرض يعني خاص فيك، يعني ناويه تسوي المعرض ولا سويتي معرض رقم واحد بتسوي معرض رقم اثنين مثلا؟ والله انا شاركت بوايد معرض طبعا بالكويت وخارج الكويت، باريس، السويد، اندورا، الاردن، شاركت يعني الحمد لله. لكن معرض شخصي بروحي ان شاء الله الحين قريب قاعدة أجهز له، راح يكون هني بالمتحف. إن شاء الله يكون متميز ويعتبر خلاصة يعني تاريخ قديم. يعني حاطة بالك تسوي معرض شخصي إن شاء الله خلال فترة المقبلة. دائما يعني وسائل الإعلام المختلفة والصحافة نشوف الفنانات يعني التشكيليات
كأنهم ضد الفنانين التشكيليين. أشوف مثل أنتم متبنين قضايا المرأة أكثر من الرجل مثلاً يعني خاصة على يعني على مستواك أنت يعني هل مثلاً واحد يحس إن قضايا الناس اللي قراب منه مو مطروحة فهو يطرحها على بشكل جمالي مثلاً أو فعلاً وايد يقولون الشيء هذا، لكن صدقني العنصر النسائي المرأة هي يعني مو مجرد إن شكل، فهي أيضاً روح. يعني أعتقد أن الفنانين والمثقفين دائماً يتبنوا قضيتها اللي ما تحملها من مشاعر وأيضاً كشكل جمالي، فهي يعني تقدر تقول مادة سهلة بأن الفنان أو المثقف يعني يتطرق لها، يكون مثلاً متشبع في أنه هو يعبر عن اللي فيها سواء بلوحة أو شعر أو شنو اللي يكون. لكن الرجل أعتقد يعني على كلامك هذا أعتقد أن الرجل شاف الشيء هذا، فعلشان كذي أيضا هو عبر عن المرأة. دائما لو لاحظ غالبا الأعمال الفنية فيها عناصر نسائية أكثر. عموما أستاذة مها شكرا جزيلا على الضيافة واستقبالنا في متحف الفن الحديث، إن شاء الله تواصل مثل هذه اللقاءات اللي فيها فائدة لمشاهدينا سواء داخل الكويت أو عبر الفضاء الكويتي. الله يعطيك الصحة والعافية. الله يسلمكم، حياكم الله، وبالعكس أنتم اللي مشكورين، إحنا بحاجة أنكم تسلطون الضوء على هذه المواضيع، وحياكم الله. بكذا إحنا وصلنا معاكم إلى ختام برنامج ديرتي حلوة، شكرا لكم على حسن المتابعة، نشوفكم إن شاء الله في حلقات قادمة، مع السلامة.